نظم أمس بباريس حفلا فنيا تحت شعار التعايش والتبادل من أجل تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين أفراد الجالية المغربية بفرنسا ومؤسسات المجتمع المدني الفرنسي. هذه الأمسية التي تنظمها جمعية المغرب حقوق وواجبات التي أتشرف برئاستها مخصصة لذاكرة المطرب فريد الأطرش، هذا المطرب الذي استطاع من خلال موسيقاه كلماته وسيرته توحيد كافة الديانات. هذه الأمسية المنظمة من طرف جمعية المغرب واجبات وحقوق تهدف بالأساس إلى تحقيق ديناميكية حقيقية تعكس مختلف تجليات حضارة وثقافة المملكة بفرنسا.